كيف؟ هلا والله بكم بقناتنا، شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. بهذا الفيديو لازم كليتنا ننص صوت ما هذا الفيديو اليوم عيد ميلاد مريم. طبعا ساعة حاليا بالثنتين بالليل، ست الحسن والجوان نايمة واني علي قاعدين نعلق الزينة. أسانة شرى الصيح نعسانة واني اصيح بردان. ومريم حاليا اذا اللي متابع الستوريات مالتنا على الانستغرام يعرف هسه مريم شنو. مريم هسه نايمه لان غسلت زين. غسلت ونامت هسه هي حاليا في السابع حلم. بسرعه خلينا نشوفهم شنو داير مدايرنا وشنو جبنا العيد ميلاد مريم وشلون راح نحضر التحضيرات. تعال خلينا نشوفكم شنو هي الشغلات وشنو الثيم اللي طلبته ست مريم. مريم طلبت شخصية الملكة صوفيا. أكيد تعرفون، أكيد كلكم شايفيها، أطفالكم شايفين هاي الشخصية اللي بالكارتون. طبعا أنا كلش كان عاجبني الثيم وشخصية ميكي ماوس، بس هي ما قبلت رادت هاي، فقلت أسوي هي وما خلي هي بنفسها. زين شوفوا داير مدايرنا شنو، شوفوا النفاخ، شوفوا التحضيرات، ميتين من البرد، باعوا الساعة بيش حاليا، الساعة بثنتين بال... شي شغلة معروفة انه طبعت هاي الأوراق وسويتها وراح أعلقها وأسوي هي يعني بهذا الشكل. هذا القلاصات جبتها قلت اخلي بيها محلبي وهاي الشغلات، واني همينه لزقت عليها هذا الشريط وصارت بنفس اللون مال الكرتون اللي هو اللون البنفسجي مثل ما تشوفونه. هذا الكينس عيني، هذا لقيته على نفس الشخصيه مال الملكه صوفيا. صح، هذا بطل البيبسي، اني همينه لزقت عليه هذا الشريط البنفسجي وهاي الشخصيه الطبع. فدوا لقلبك، شكرا عيني، شكرا، مبدعه مو بيدي دي. راح نجيب اصدقائنا وانتوا هسه تشوفون المخايل المقدمه، بس بعدين راح نطب المفيد. شيء كلش حلو، راح نلبس نفس اللون. مريم ما راح تعرفوها باكر. راح نجي نعلق النفاخ ونرتب الميز مالتنا. يلا علقيه بوحدك، يلا على انا ما علي انت بوحدك. يلا في ما لا باي باي. يلا والله هدوا فوت انا ترى والله مال بنتك العيد ميلاد والله. هذا القوس كسرنا، انا اقول لعلي عدل هو يقول لي اعرف هسه. المهم هسه شوف الميز ونلزق هاي الشغلات العليا ونرجع لكم. اذا انتم جديدين على هاي القناه لا تنسون باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. اعذروني كلش نعسانه. هسه هذا الميز رتبته بشكل عشوائي، طبعا كلش حلو، الالوان البنفسجيه مخبل. انا كلش عجبتني هاي مال الشاميه سرا، هاي يصير بيها الشاميه. وتشوف هي للجهاله هي تريس صديقاتها فراح يجون. خلوكم باليوم الثاني قولوا لي شنو رايكم بهاي التحضيرات البسيطه واعذرونا لان كلش نعس. نشوفكم باليوم الثاني. وهسه جيناكم باليوم الثاني. طبعا ماذا شنو هالكشخه، شنو هالجمال اليوم اللي طالعين فيه ما اعرف. اليوم هاي الناس قويه كثير مرصاصبه. بس قبل كل شيء لا انسى طول السراطه ولا انا ما شاء الله يعني يوم طولت بالذات ليش ما حد يعرف، بس انا هسه راح اطلع اكثر. وايهم طولتك ما شاء الله. طبعا مريم خاتله بالغرفه قوم مسيطرين عليها، سمر قاعده يمها، امير قاعد يصورني واني وسرى. وللاسف ما حد يدور كيكه ما لقيناها، خلينا هذا الشيء فارق حقك مريم. بس راح نفرها هيك يعني معون مال فاصوليه. ها معون مال فاصوليه حطوه. تمام نطلع الكيكه ونجيب مريم ونفاجئها بالميز وبالديكور. مريم من البارحه ما تدري شنو الموضوع، بس هسه هي حاليا مبدله، حاليا هسه هي مبدله وجاهزه. جاهزين؟ جاهزين. اذا انتم جديدين لا تنسوا بلايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. تعالوا خلي هسه نفاجئ مريم ونشوف رده فعلها. فوتي في دول العروسه، غمض عينك، تعال 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 تعال، افتح عينك. واو حياتي شنو هالجمال هذا، كل عام وانت بألف خير، كل عام وانت السعاده، كل عام وانت الحب. هاي شنو، هاي شنو هالبدله الحلوه، شنو هالجمال هذا. يوم طيب يوم ما فدوا للعروسة اروح اني امين طالع كاب لابس كاط، امين لابس القاط اليوم ومريم لابسه البدله. شنو هالجمال يا عمري. واو والله الله على هالجمال. عجبتك انت المفاجاه، عجبتك الميز هذا، عجبتك الالوان والتنسيق مال الاكل والسوالف. كلي تبع نفسجي. امشي لهناك، امشي شوف الكيكه ما تش كتبنا عليها مريم، كتبنا عليها مريم ونسقناها ويا الالوان مالتك. عافيه عافيه. هاي الشخصيه اللي انت اختاريتيها اللي هي من هي صوفيا، ملكه صوفيا صح. انا ما احب كيني كار، انا احب صوفيا.
حبي صافية تمام. تفاجئنا مريم وهسه راح يجون اصدقائها وصديقاتها كلهم راح يحضرون وقاعد ننتظرهم. قولهم عايدوني بالتعليقات ايش قد لازم يوصل هذا الفيديو لايكات. وايا لايكات. هاي البدله مين جتك سولفيلي؟ البدله جتي هديه من العراق، يمكن شفتوها قبل فتره اني نزلتها بفيديو، وعلى هذه البدله هي رادتها وعجبتها فسويت هذا الثيم راهم وياها. عاشت ايدي صاير كلش الالوان متناسقه وكلش حلوه. بس مو احلى منك انت اليوم طالعه اميره الثانيه لو مايا. شكرا عايزه يصبر. انا شكرا راسي اي والله. واو على البدلة الجميلة، واو على البرنسيسة. ليلى انت شنو جبت لي هدية؟ انت وين هديتك؟ جبت لك هدية كبيرة يا بيه. شنية؟ شنية؟ بعدين تفتحيها وتتفاجئين. هدية حلوة. اخاف ذي تشذب علينا هذا. لا ما تشذب عليها هاني. خلينا نغني له الاغنيه مالتنا. طلع الزينه من الحمام، طلع الزينه من الحمام، طلع الزينه. جو هنا انا اصدقاء مريم، هذا مصطفى والثانيه نسيت تذكروني حسوله ولولو. يا هلا يا عن سرعة رزلت الموجودين كليتهم وحكت عليهم. وهذا امير السؤلو اذا ما صدقون علي تنصي ان علي هي تنصي قصطني. هذين البيبيات امهات السبعينات علي اليوم اقدم. هذا مثل ما قلت لكم هذا هنا الميز والكيك وهنا قسم الاكل. زين ايش سويتي لنا؟ سويت هنا بورك. زين هنا ورق عنب. زين بيتنجاني. عاشت ايديك. شو اسمها هاي؟ حمص بطحينه. حمص بطحينه. يعني هذا العشاء مالتنا شو قبل العشاء؟ قبل العيد ميلاد. هاي شنو من هاي؟ جاعت حار دير بالك. ننتظر صديقتنا تيجي بعد نلتم كليتنا ونقص الكيكه ونحتفل وراها نقعد نتعشى ونكمل هذا يومنا. مريم دا تريد تلقي لي كلام، قالت لي قدام الكاميرا. انا ولا فصفت. هاي ايوه بعد وبعد صار وعلى احلى اب بالدنيا. احلى اب بالدنيا يا الله. احلى اب بالدنيا. الله الله. وانت طالعه اليوم احلى اميره انت اليوم، وصديقات ايش راح اعطي خبر كلكم اميرين طالعين. اميرين اميرات اميرات. ماما جابت لي وانا مالت ما شفتيها. راح ترجع لابو المحل واحط فلوس بجيبي. هذا لوقي يتلوق لها واحد يتلوق للثاني. ذول اثنيناتهم. اي ذول واحد يتلوق للثاني. الله ينعمك يا بي. طالعة خبل اليوم. مريم ام حصريه من كل الجهات. يلا خلي تقص الكيكه اليوم صديقاتي كليتهم. يلا حطوا ايدكم على ايد سرى. عفية 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 عفية. يلا واحد يلا واحد اثنين ثلاثة. بعد قطعة بعد قطعة بعد قطعة. يلا كليتكم كليتكم. بنات قاعد ديات لنا الحلوات. استراحت مقاتل مو؟ وقعدوا اكلوا حتى بعدين نقص كيك وناكل كيك تمام ميمي؟ حبيبي الاكل ببلاش احنا مسوي، بس صحتك مو ببلاش. صل على النبي. صل على النبي. شوي على كيفك. بس هذا شكل حلو. والشرب وش قد تحط بالماعون مالتها من صحتك مو ببلاش. والله جوعانه. اتقى الله. الاكل هسه وصلنا لمرحله الكيك. وصلنا لمرحله الكيك. شو حسنانه حسيت؟
حزنانة والله مو حزنانة مريم بدعت ما شاء الله الإبداع اليوم أخاف لا أحسدها. شوف إيش يصير هنا. الله الله واو لما الحلوة بسرعة ايش ذا يسوون هنا اليوم قعدات قعدة بنات بيت ابو بيوت ها حلوة القعدة قاعد ياكلين كيك الحلقة الأخيرة وصلنا شنو رأيك مريم بالعيد ميلاد عجبك ولا كلش عجبني عجبك كلش اهم شيء عندها صديقاتي اهم شيء صديقاتي هي عندهم صديقاتي شو من صديقاتك ما قدرت طبعا اعزمهم هوايه وهيك شيء ولم كل صديقاتها يعني عزمت بس على مود لان على مود يصورون وياها وهاي شغلات والجو كلش بارد فسويت لها عيد ميلادها حتى قبل بيومين. هسه اجيناكم من بعد تعب طلعوا كل اصدقائنا وطلعوا كل ضيوفنا وظلينا بس انا وسرى ومريم ام ملوكه شو هي بدلت سرى ليش بدلت؟ هي طبعا كلش تعبت من البدله لان ام السيم ومن هاي الكبيره فكلش تعبت من عندها وبدلت وارتاحت ست الحسن ما عندها اي شيء بعد. زين العالم هسه يسالون يقولون الهدايا مال مريم وين؟ وين الهدايا مال بنتك انت؟ الهدايا مالت مريم هياتها موجوده ما راح نقدر نخليها ويا هذا الفيديو راح نسويها بفيديو وحدها حتى لا يطول عليكم الفيديو وتملون. الجاي راح يكون بفتح الهدايا مال مريم راح تتفاجئون وتنصدم هي همينا من الهدايا الحلوه اللي الناس هدت لهيا واللي انا وسرى راح نهدي لهيا. اعجبكم الميلاد اكتبوا لمريم بالتعليقات وعايدوها ووصوا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات. اشوفكم بفيديو جديد لا تنسونا مع السلامه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. باي باي تبكين ليش تبكين؟ انا راعي ساعدني من بيت ما الله يساعدك حبيبتي لا تبكين مريم راح تساعدك مريم وهي انت اللي خربطتي لا يا عمري لا